لقطة جميلة في هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، طيب الله ثراه. أسير مباشرة على المقدمة في هذه اللحظات إلى الصدارة، إلى المركز الأول في هذا المسار. هذه صوغة أحمد بالخزع بالعث العامري من يقدم لنا صوغة على الصدارة، بينما التسلل في هذه اللحظات دمعة وصلت وتسللت، خذت المقدمة في هذا المسار محمد بن محسن بن مسري الهاملي على المقدمة، النقلة المباشرة على المركز الثالث، وصول من الذيبة علي بن أحمد بن محمد، هنا أيضا وصول وتقدم مع المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام من الذيبة علي بن أحمد بن محمد أبو عينين اللي خذت المركز الثالث. أتابع المركز الرابع، وصول من الجذابة حشاش بن عذال الشمري أخذت المركز الرابع، والنقلة والدور دور المركز الخامس. بينما هنا الوصول مع المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما هناك الجذابة حشاش بن عذال بن زعاج الدحيلان الشمري هنا قادم من حايل المنطلق على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس الأسماء بدأت تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هناك التواجد هنا من الجانب الأيمن، هنا من الجانب الأيمن بقول وزن سعيد بن مصبح بن مايد المسافري من يتواجد في هذه اللحظات، وشعار الزعيري المركز الخامس، خامس المراكز أو المركز السادس هذه المملكة محمد بن محسن آل زيد الهاجري، والمركز السابع وصول وتقدم هنا من أيضا مقثة محمد بن الفندي بن راشد المزروعي، والمركز الثامن هنا المتحدة قادمة في كل قوة سعيد بن علي بن سعيد البريص المري، والمركز التاسع وصول من سدرة فيصل بن عوض الله بن غلاب الصواط، والمركز العاشر وصول وتقدم هنا من شواهين عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري، وصل شعار بو غالب يتقدم هنا في أرضية هذا الميدان ميدان الملك عبد العزيز، هنا أيضا يتواجد في هذا المسار. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار، المتقدمة في هنا أيضا في هذا التحدي المثير. اليوم يوم الكبار، متعة الكبار، صراع الأقوياء هنا ما بين هالشعارات، وهناك أيضا المضمرين التابعين أيضا لهذه الشعارات. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة الأولى، هنا التحدي الثنائي على مقدمة هذا الشوط. صوغة 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 على المقدمة، هي من تصوغ كلمات الناموس إلى مقدمة هذا الشوط. أحمد بالخزع بالعثة بالهرك العامري من يتواجد هنا على البداية الأولى، انتقل مباشرة على المركز الثاني. وصلت وتقدم الدمعة محمد بن محسن بن مسر الهاملي، خذت المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، انعزنا انعزال كامل عن بقية المراكز، بينما المركز الثالث أشوف القدوم، أشوف الحضور من المراكز الخلفية والقدوم من الذيبة، والذيبة هنا وصل شعار بو عينين من يتقدم هنا بانطلاقة الذيبة علي بن أحمد بن محمد، بو عينين من يتواجد على المركز الثالث. أتابع المركز الرابع، الله يا سلام، وصلت المتحدة هنا ودائما في الاتحاد قوة سعيد بن علي بن سعيد البريص المري من يتواجد في هذا المسار، بينما المركز الخامس من القادم هنا الحذرة عبد الله بن خالد بن حميد المهيري من يتواجد في هذا المسار، من يتقدم هنا بانطلاقة الحذرة هنا وشعار راعي دريبح الغني عن التعريف. يا سلام يا سلام، خلي بالك يا ابو
معضد هنا المتابع دائما لهذا الانطلاق، بينما هنا الوصول والتقدم هنا من صدره فيصل بن عوض الله بن غلاب الصوات. أيضا أهالي الطايف، أهالي الطايف قادمين، وهناك أيضا المزروع قادم، وأهالي الوثبة واصلين. يا سلام النوماس الغالي الحاير هنا في هذا الانطلاق. شوط الختام، شوط الوداع لمن ما بين الفطاحلة ما بين الكبار، وقدوم هنا من أيضا طليعة راشد بن بطي بن محمد الغفلي من يتواجد هنا في هذا المسار، علي بن محمد الوهيبي المتابع دائما لهذا الشعار، ولكن هنا معزة قادمة، مسعود بن حمد بن محمد المري من يتواجد بانطلاقة معزة في هذا المسار. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا النتيجة هنا في هذا الشوط في هذا التحدي المثير. يا سلام الشعارات قادمة، الأسماء تجمعت في هذا المسار، الشعارات تجمعت في هذا التحدي المثير. شوط الوداع، من سيغلق الستار في هذا الانطلاق الجميل بقيادة مميزة وجميلة، بقيادة هناك قيادة المملكة، ونحن هنا في أرضية ميدان المملكة هنا أعزائي المشاهدين هنا على البداية، ولكن بدأت تسلل من الذيبة. علي بن أحمد بن محمد بوعينين من يتواجد على مقدمة هذا الشوط، على صدارة هذا الشوط، المركز الثاني. ياهي أسماء، ياهي شعارات بدأت تتجمع في موقع واحد، في مسار واحد، وصول وتقدم هنا من شعار أيضا مسعود بن حمد بن محمد المري هنا يتواجد بانطلاقة معزة. المركز الثالث، وصل شعار رعد ربع، وتقدم شعار بو غالب عبد الله بن غالب المنصوري، يقدم لنا هذه الأسماء، يقدم لنا هذا الشعار، يقدم لنا شواهين القادم من عاصمة الميادين، القادم من الوثبة. بينما هنا المتحدة سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري من يتواجد في هذا المسار. قطعنا 5 كيلومترات، ما تبقى إلا 3 كيلومترات، والشوط يبغي له تركيز، الشوط يبغي له متابعة، يبغي له تخطيط. إخواني على البداية هلولة، على الصدارة هلولة، روح بن غالب روح، بدأ يتسلل من هذه اللحظات على المقدمة هنا على نوماس هذا الشوط. الله الله على الصدارة هلولة، النوماس يحتار، ولكن هنا صدارة هذا الشوط. المقدمة هو المركز الأول هنا، أهالي مصانع الجنوب، أهالي مصانع الجنوب على المركز الأول في هذه اللحظات. هناك أيضا على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، صوغة على المقدمة، صوغة على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. تعود ملكية صوغة أحمد بالخزع بالعثب الهركي العامري من يتواجد على البداية هلولة، روح بنوماس هذا الشوط المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات طيور طائرة ما شاء الله اللي قاد مع المركز الثاني المتحدة، وهنا أيضا قدوم من دمعة محمد بن محسن بن مسري الهاملو. يا سلام على المركز الثاني، شعار بو غالب على المركز الثالث، شعار بن دريبح قادم يقدم لنا الحذرة هنا أيضا في هذه اللحظات. عبد الله بن خالد بن حميد هنا المهيري، الله، وصل المهندس، تقدم المهندس في هذه اللحظات في هذا المسار، ولكن هنا أهالي مصانع الجنوب من لديه حل فليحتال، من لديه زود فليتقدم هنا في شوط الختام. شوط
صوت الوداع على البداية الأولى. صوغة 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 على المقدمة صوغة وهي تصوغ كلمات الناموس هنا على البداية الأولى. المركز الثاني شواهين شواهين القادمة على المركز الثاني عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثالث أوهو يا المهندس أوهو يا المهندس يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات. النوماس يحتار النوماس في حيرة حاير وطاير حاير وطاير. اللي تابع من خلف الكواليس واللي تابع من هنا من قلب الحدث هنا هذا الصراع والنزاع ولكن راح بالخزع راح على المقدمة هنا الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير. وصل هنا أيضا شعار عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري. تقدمت هناك الأسماء طليعة راشد بن بطي بن محمد الأغفولي ولكن المتحدة وصلكم هنا شعار آل بليص المري. من يتواجد هنا سعيد بن علي بن سعيد آل بليص المري. وهناك أيضا وصول من معزة 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 ويا مال المعزة يا معزة اللي قادمة على المركز الرابع في هذا المسار مسعود بن حمد بن محمد المري هنا يتواجد. ولكن نعود إلى البداية نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى دولة الإمارات إلى دولة الإمارات إلى مصانع الجنوب على المقدمة على الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام على الصدارة والمقدمة سلام مصانع الجنوب سلام سلام مصانع الجنوب سلام سلام هنا أيضا على هذا الأداء على هذا الأداء المميز هنا مع انطلاقة صوغة صوغة هذه صوغة صوغة تصوغ النوماس تصوغ الانتصار على البداية الأولى. سلام تهانينا والنوماس هنا على هذا الهوز مشكور أحمد بالخزع بالعثة بالهرك العامري من يتواجد في هذا الانطلاق. المركز الثاني وصل المتحدة سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري. ثالثا هنا وصل شعار أيضا سعيد المصبح بن مايد المسافري. بينما المركز الرابع هناك معزة مسعود بن حمد بن محمد آل جفران المري. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام هذه شقرة مبارك من خلف بن خلفان بحميد المزروعي ما يبنى الأثاري إلا في هذه اللحظات. هكذا النتيجة ياهو شوط ياهي معركة هنا الخمسة المراكز الأولى المتقدمة هنا. أيضا نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني مع المخرج مشاهدينا متابعينا الكرام هذه صوغ احمد بالخزع بالعزه بالهلك العامري قدمت العرض الجميل سلام مصانع الجنوب سلام بتوقيت الزمني 12 دقيقه 53 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثاني هنا ايضا الدخول وتفنش هنا والدخول الجماعي الى خط النهايه هنا ايضا ولكن بصبري دائما يعطينا ايضا اعزائي المشاهدين هذه الاعاده والتوضيح هنا مع خط النهايه هنا ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات الوصول اللي هي وزن 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 نعم بالفعل سعيد بن مصبح بن مايد على مسافري وتوقيتها الزمني لحظات الوصول بالتوقيت الزمني المرافق من 8 كيلو مترات. هنا ايضا 12 دقيقة 58 ثانية وفاء وتماما وكمالا مشكور يا الزعيري مشكور. بينما المركز الثالث هنا أيضا والتوقيت 12 دقيقة 58 ثانية جزءا يتيما من الثانية. هنا أيضا المتحدة سعيد بن علي بن سعيد على بريس المري تهانينا والنوماس لكل الفايزين.